قبل عرفوني الناس بالكاريكاتير لأنني خدمت مع جرائد كمدير فني جريدة الاتحاد الاشتراكي، وكانوا عندي بعض الإكراهات اللي ما خلتنيش نخدم كمدير فني من بعض الزملاء في العمل، دونك اللي اضطرتني أنني نتحول لكاريكاتوريست pour justifier le salaire. كملت خدمت مع جريدة لو جورنال دو سبور، خدمت مع جريدة الآن، خدمت مع بعض الجرائد بحال هاد الشيء كاريكاتوريست، ولكن بقى ديما لو كوتي جرافيست بقى عندي. جرافيست زعما لومبالاج، لامبريمغي، لا ترام، لي فيلم، لا فوتو الى اخره. وليليستراسيون. لا بانتور كانت قبل من لا كاريكاتور، لان في 91 باقي ما ظهروش لي كاريكاتور ديالي في الصحافه. كنت فزت بالجائزة الثانية في الملتقى الثاني للفنانين الشباب اللي كان دارته وفا بانك، في وسط 600 ارتيست بانتر، ستادير كاع الفنانين المغاربة شاركوا، وهذاك كانت هي الانطلاقة اللي باش نكون نمشي في الطريق ديال لا بانتور. ولكن لو فات بانني كان انا عندي خدام في الجرافيزم مدير فني الى اخره، هو اللي بعدني على لا بانتور. الفكره اللي كانت عندي ماشي انني نأرخ لواحد واحد النص اللي دار في واحد التاريخ. قلت مثلا غادي نتعامل مع واحد النص نقراه ونحاول نفهمه من 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 لي زوريجين ديالو. مشيت لحتى لعند بلد الالف المليون شاعر هو موريتانيا، وشفت ولد الدد وشنقيطي مثلا مني كيشرحوا المعلقات وبالاعراب، دونك ما يمكنش ما نفهمش. عشت في ذاك الجو حتى اني وليت كنفيق به ونعس به، والعمل ديالي ما كانش عمل سهل مع كثره الخدمه، لان شاك ترافاي كان كيشد ليا تقريبا سيمانه، كان من الفجر حتى للتسعود ديال الليل. حتى واحد الوقت ما بقيتش كنقدر، وقع ليا بحال ميكيلونج مع لا شابيل 16 مني تكون سالينا عن كثيرو، وكنت كنرتاح غير الوقت اللي كنجلس ونتصنت مثلا الشرح ديال المعلقه الثانيه والثالثه والرابعه. وصلت لسبعه المعلقات. اللي غريب في الامر هو ان في العمل ديالي كنت كنخدم وكنحس بحال راه مثلا امرؤ القيس ورايا كيشوفني اش كندير.